قطع أمرنا. كمية السلاح اللي دخلت واتمسكت في شهر قد اللي اتمسكت في سنة بحاجة، وده بيدي فرصة للنظام لفرض سيطرته على البلاد، يعني أكتر من هدف وطبقة واحدة. من أحبنا زي ما النظام بيضغط احنا كمان لازم نضغط. لما ما يعرفوش يأمنوا كنيسة يجوا يقعدوا على حجري بقى. انتوا فشل لما انت راجل قوي كده وبتضربني، ما تخلي عندك دم وتطلقني. احنا من الاخر بنضحك على بعض والنتيجة في الاخر خراب على الكل. ده كلام مرتجية يا خليف، احنا هنا ما بنلعبش يا اخوي. المهدي ده ولا حاجة، حتة سمسار قد كده وانا اقدر افرمه تحت الارض وانت عارف كده كويس. عماد ده ضله اللي انا اعرفه مش ممكن يكون زي ما بيقولوا كده. عماد ده ضله جمال ابني فجر كنيسه ليه؟ امال انت كنت تعرف سعدك كوني قبل ما تطلقوا ولا بعدها؟ حلال الله اكبر. كله بتاع مصلحته محدش بيلاقي راحته، الظالم بيقول مش ذنبي والمظلوم مظلوم. تحت الارض، امير كرارة، سنجول اودين، رشا مهدي، انجي المقدم. تحت الارض ابتداء من الاحد 6:30 مساء حصريا على الحياه.